السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم. اليوم غادي ندير لكم عصير بخيزو ودانون فاني وعصرة الليمون. عندنا عصرة الليمون وفاني، دانون تاع فاني، وعندنا خيزو مسلوق. سلقتو درتو في الثلاجه تبرد مزيان، علاش نديرو في عصير؟ صافي ونطحنوه. ها نتوما البنات، هو الشكل النهائي ديال العصير ديالنا. راه كيجي خاطر، كيجي بارد وزوين. سمعتوا الا درت خيزو في الثلاجه برد مزيان، وكان الدانون حتى هو فاني بارد مزيان، راه كيجي هائل. نتمنى تجربوا العصير ويعجبكم بالصحه والراحه.